السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي نتكلم فيه عن حيثيات وتوقعات الانتخابات الرئاسية التركية في العام القادم 2023. كثر الحديث عن هذا الموضوع والتوقعات والاجتهادات، لكن نحن يعني نعتمد على الواقع الحي، على استطلاعات الرأي الفعلية، على آراء الشعب التركي، على من سيصوت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن لن يصوت. في البداية يعني كما تعلمون تركيا دولة ديمقراطية تحترم قرار الأغلبية مهما كان هذا القرار، وهي دولة مؤسسات ودولة قانون، لا مجال فيها لا للديكتاتوريات ولا للحكم الفرد ولا لحكم التسلط. والرئيس رجب طيب أردوغان أوصل تركيا إلى مرحلة دستورية ثابتة بفضل الله. هذه ماذا نعني بمرحلة دستورية ثابتة؟ مرحلة دستورية ثابتة تعني أنه لن يكون هناك أي مجال لا للنزاعات ولا للانقلابات. الديمقراطية هي الحكم وهي الفيصل. تركيا قبل مجيء الرئيس أردوغان كرئيس وزراء في مطلع هذا القرن، يعني كانت تركيا يعني بصراحة دولة يعني لديها موارد، لكن كان هناك فساد كبير جدا ومستشري في الدولة التركية قبل مجيء الرئيس أردوغان. هذا الفساد وصل إلى كل منحى من نواحي الحياة في تركيا. جاء الرئيس أردوغان بفضل الله، بفضل الحكمة والقيادة والبصيرة القوية لهذا الرئيس، حول تركيا من بلد نامي، من بلد مليء بالاقتصاد، بمشاكل البطالة، بمشاكل العصابات والعنف، حولها إلى جنة آمنة لكل أهلها ولكل زوارها ولكل المقيمين فيها ولكل السياح الذين يأتون إليها من كل أصقاع العالم. يعني نحن هنا الآن في تركيا نمشي في الشوارع، نحن يعني باعتبار لسنا أتراك، نحن أجانب، لكن الشعب التركي شعب طيب، يرحب بالجميع ويرحب بكل الزوار، وهو شعب كريم أيضا كذلك. يعني هناك احترام للمقيمين هنا، احترام للزوار، احترام للسياح. ندخل إلى المحلات بفضل الله. الشعب التركي من الشعوب الأصيلة، هذا الشعب مثلا يحب لغته كثيرا، يعني تجدهم يعرفون لغات أخرى مثلا اللغة الإنجليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى، لكن يفضلون أن يتكلموا بلغتهم الأم. حتى أنه يعني نحن بعد عدة زيارات إلى تركيا بدأنا نفهم عليهم باللغة التركية، وهم يفهمون طبعا الكثير من مفردات اللغة العربية، لأنه أصلا اللغة التركية متأثرة كثيرا باللغة العربية. قبل الدستور الحديث لتركيا في قبل 1925، قبل تغيير اللغة العثمانية اللي هي التركية القديمة، كانت اللغة التركية والعثمانية 75% منها من أصول عربية مفردات، لكن يعني تم تحويل المفردات، تم تحويل الأحرف إلى أحرف لاتينية، وتم ابتداع يعني واكتشاف يعني أو طرح واختراع أحرف تركية خاصة. يعني هناك بعض الأحرف التركية خاصة باللغة التركية فقط، غير موجودة في أي لغة أخرى، حتى في الكتاب يعني. وأصبحت اللغة التركية لغة متنوعة، لغة شاملة، لغة حديثة أيضا، يعني لدرجة أنه يعني الآن تجد بعض المفردات من أصول إنجليزية، من أصول فارسية، من أصول فرنسية، من أصول ألمانية، والأغلب يعني والمعظم بصراحة من أصول، طبعا إضافة لأصول التركية، من أصول العربية. يعني حوالي 30% من مفردات اللغة التركية من أصول عربية. الآن نتكلم نحن عن الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله. الرئيس رجب طيب أردوغان يعني كما يقولون غير تركيا 180 درجة. قبل مجيء الرئيس رجب طيب أردوغان كانت تركيا دولة نامية، يعني الأمن كان غير مستتب بنسبة 100%، المواطنين كانوا يشكون من ارتفاع الأسعار والتضخم، حيث أنه يعني كانت العملة التركية 500 مليون ليرة
تحتاج 500 مليون ليرة عشان تشتري مثلا بايسيكل بسكليت أو دراجة هوائية، أو مثلا تحتاج مليون ليرة 5 ملايين ليرة عشان تشرب فنجان قهوة. الآن لا، يعني هو قام بإلغاء الأصفار، طرح عملة تركية حديثة اختصرت هذه الأرقام. يعني وكنت أنت يعني حتى تحتاج لما شخص يروح يشتري سيارة أو يشتري عقار يحتاج أنه يحمل حقائب كثيرة مليئة بالنقود. الآن هذا من ناحية. الناحية الأخرى والأهم أنه تركيا أصبح بلد آمن. الآن إحنا يعني بنروح رحلات وأماكن سياحية جميلة جدا في تركيا، يعني إلى مناطق تبعد عنا مئات الكيلومترات بسياراتنا الخاصة بسيارات السياحية، لم نتعرض إطلاقا لأي موقف مخيف. حتى مرات يعني إحنا بنمر الساعة 2 أو 3 بالليل في مناطق في الغابات، في مناطق في الطرق الخارجية. تركيا بلد آمن، وهذا من أهم إنجازات الرئيس رجب طيب أردوغان في جعل تركيا بلد آمن، والحمد لله. الناحية الثانية، تم تخفيض نسبة البطالة بنسبة كبيرة جدا. يعني قبل مجيء الرئيس التركي كانت نسبة البطالة تصل في تركيا إلى أكثر من 30%. التعيينات في الوظائف الحكومية كانت بناء على أسس المحسوبية والفساد والواسطات. الآن الكل يخضع للقانون، يخضع لمعايير قانونية محددة في التوظيف. يعني يستطيع أي شخص أن يتقدم للوظيفة ويأخذها الشخص المناسب فقط، ولا يأخذها أي شخص يعني بتوصي من شخص آخر. هذه ناحية مهمة جدا. أصبحت الأسعار والمعيشة في متاحة للجميع. صحيح أن هناك بعض الغلاء والتضخم حاليا في تركيا، لكن هذا موضوع عالمي لكل دول العالم وليس فقط في تركيا. كما أن يقابل الغلاء في تركيا رفع الأجور مباشرة بصراحة. والليرة التركية يعني من العملات، صح أنها في الفترة الأخيرة انخفضت قليلا، لكن هذا لا يعيبها أبدا ما دام الاقتصاد قويا. حتى أنها أصبحت تركيا من أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم. الآن هذه ناحية. الناحية الثالثة، يعني تركيا أصبحت قوة عسكرية لها كلمتها على مستوى العالم. صح أن تركيا عضو في حلف الناتو، لكن يعني تركيا تقول كلمتها وتفعل ما تريد. ما لا يناسبها في قرارات الناتو لا تنفذه، وهذا شيء رائع. يعني بالنسبة لدولة إسلامية مثل تركيا، دولة إسلامية لديها صناعات عسكرية، لديها صناعات مدنية، لديها كل أنواع الصناعات، ولا تستورد شيئا. يعني أنت الآن عندما تذهب إلى الأسواق لتتسوق تجد البضائع التركية المتميزة بصراحة بنوعيتها وجودتها، ولا يوجد هناك بضائع قادمة من الدول الأخرى ما دام أن هناك منتج محلي. الأتراك يصنعون كل شيء ويزرعون كل شيء. يعني على مستوى بعض المناطق، احنا زرنا بعض المناطق في أنطاليا مثلا، ما بزبط فيها زراعة الموز. موز ما بزبط، لأن الموز بده مناخ مداري ومناخ حار. ايش عملوا حتى تزبط زراعة الموز؟ زرعوا الموز في بيوت بلاستيكية عملاقة حتى أصبح هناك فائض، وأصبحت تركيا تصدر الموز. يعني الحد الأدنى للأجور في تركيا أكثر من 5000 ليرة تركية، هذا الحد الأدنى. الرواتب ارتفعت، الأسعار شبه مستقرة مع أن هناك بعض الارتفاع بين الحين والآخر. هناك وظائف تقريبا للجميع. يعني تركيا الآن عندما كان المواطن لا يشعر بالأمان على نفسه وعلى عرضه عندما يمشي بالشارع قبل أن يأتي الرئيس رجب طيب أردوغان، العصابات تملأ كل أمكنة تقريبا، لها يعني استحواذ على أمكنة كبيرة في المدن الكبرى. الآن لا يوجد شيء اسمه عصابات، لا يوجد شيء اسمه فساد، يوجد بطالة خفيفة، الجميع يعملون. تركيا أصبحت تزرع كل شيء وتصنع كل شيء وتصدر. هذا الآن يدلنا على أنه من سيختار الأتراك؟ الأتراك شعب وفي وشعب مخلص، بالطبع سيختارون من أنقذهم، من حقق لكم كل هذه الإنجازات التي تكلمنا عنها. احنا يعني لا نعتبر اي طرف اخر عدو. في تركيا هناك ديمقراطية، المواطن التركي يختار ان يصوت لمن يريد، لكن واقع الحال ان الذي انقذ هذه البلد
اقتصاديا وعسكريا وأمنيا وسياسيا وصناعيا وسياحيا وتجاريا، ويعمل لهذه البلد ليل نهار هو الرئيس رجب طيب أردوغان. هذا طبعا احنا ما لمسناه أثناء التجوال وسؤال الناس في مدن كثيرة، يعني مثل اسطنبول، أنقرة، طرابزون، أنطاليا، ألانيا، هذه المناطق، إزمير، هذه المناطق يعني زرناها وسألنا الناس، وشرق تركيا، الأرياف مثلا، مناطق الأرياف في تركيا، في كل هضبة الأناضول، مناطق الريف، كل هذه المناطق قاطبة يعني تقريبا بنسبة أكثر من 90% تؤيد الرئيس رجب طيب أردوغان. الآن يعني لا يخفى عليكم أنه بعض المناطق تؤيدون الحزب الآخر، يعني حزب مرشحي الأحزاب الأخرى، مثل يتوقع أن يكون هناك مرشحين مثل عمدة أنقرة منصور يرفاش، عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، لكن بصراحة استطلاعات الرأي الفعلية توضح أن هناك فوارق كبيرة جدا. الشعب التركي وفي لمن أنقذ وطنه، وفي لمن وفر له الأمن، ومخلص لمن وفر له الأمان، ومخلص لمن وفر له الوظيفة والعمل، وأن يكون رافعا رأسه في كل مكان حيث ذهب. هذه هي تركيا التي طورها وحقق لها كل هذه الإنجازات الرئيس أردوغان. الإخلاص والوفاء الآن هو الذي سيثبت نفسه بالنسبة للرئيس أردوغان. معظم الأتراك الذين التقيت بهم في معظم مناطق تركيا، يعني في اسطنبول، في أنقرة، في إزمير، في منبغات، في ألانيا، في أنطاليا، في بعض مناطق شرق تركيا، طرابزون، ريزة، معظم الأتراك الذين سألتهم أبدوا إعجابهم بإنجازات الرئيس التركي. نتوقع بإذن الله، طبعا استطلاعات الرأي الحالية الفعلية من المصادر المحايدة تتوقع فوز الرئيس التركي بنسبة يعني حوالي 65%، بينما المرشحين، هناك بعض المرشحين آخرين أحدهم يعني حوالي 20 وأحدهم أقل من 15%. كما تعلمون يعني الانتخابات القادمة في 2023 حزيران، نتمنى التوفيق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على الأقل يعني أنت الآن كعربي أو كمسلم تأتي إلى تركيا كأنها بلدك بصراحة. نتمنى التوفيق للجميع أحبتي. بالنسبة للعرب الذين تجنسوا بالجنسية التركية، هم يعرفون الصحيح، يعني لا نريد أن نقول لهم أن هذه الجنسية التي حصلوا عليها هي يعني بصراحة هي استحقاق بالنهاية، لكن بصراحة لكي يحافظوا عليها ولكي تبقى هذه أمورهم مستقرة في تركيا، عليهم أن يدعموا بصراحة الرئيس رجب طيب أردوغان. نتمنى التوفيق لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.